بجد التحليلك من جديد ده كابتن ايمن شوقي وكل نجوم الاستوديو التحليل، مبروك من جديد لكل جمهور النادي الاهلي، مباراه اكتر من رائعه، اداء ونتيجه مبروكه يا كابتن سيد. زي ما كنت قلت يمكن هي دي شخصيه النادي الاهلي وهي دي الروح الكبيره. مباراه الذهاب مختلفه بشكل كبير جدا عن مباراه العوده، التحضير كان مهم جدا يا كابتن سيد للمباراه دي، شفنا اداء مميز جدا، ببارك لك وبارك للجهاز الفني وكل جمهور النادي الاهلي. الحمد لله طبعا، يعني مباراه طبعا بالتاكيد مهمه واديناها بشكل لحد كبير جدا كويس يعني، لكن الحمد لله رب العالمين على كل شيء يعني. سر النجاح يا كابتن سيد هو التحضير للمباراه، التحضير كمان كان من المغرب، كنت بتكلم مع كابتن سامي بعد المباراه على طول، كابتن بيبو وقف مع اللعيبه، حافز كبير، الدور كبير، كمان موسيماني حضر اللعيبه، كان بيخليهم يتفرجوا على الفيديوهات بشكل كبير، ده سر من اسرار مباراه اليوم النهارده يا كابتن سيد. طبعا كل ما البطوله بتقرب لازم التركيز يبقى اعلى بكتير يعني، كل اللي عايز اقوله بس ان احنا يعني الهدف بتاعنا هو البطوله، كل اللي احنا عملناه في الفتره اللي فاتت دي كلها من اول البطوله ما بدات من يوم يعني بتتكلم من يوم 14/9 يعني داخل على سنه وشهر وشويه، من يوم يعني ومن قبل 14/9 دي كانت كان سبورت، لكن انت بتتكلم من شهر 8 كمان اللي هي مباراه اطلع بره، يعني انت كل اللي انت عملته انت خدت خطوه كبيره جدا في نحو اللقب، لكن لحد دلوقتي اللقب لسه ما اتحققش، ده المفهوم اللي لازم يوصل للناس كلها، لازم يوصل لينا ولازم يوصل للعيبه ولازم يوصل لكل الناس المنوطه والموجوده في المنظومه الاهلاويه. يعني احنا خدنا خطوه كبيره جدا للبطوله، لكن البطوله لسه ما اتحققتش. تجديد الرغبه ده يمكن شيء كبير جدا وشيء ودور كبير كمان من الجهاز الفني وليك انت تحديدا يا كابتن، اتكلمت مع اللعيبه، الامر ده مهم جدا لان انت ما تجدد رغبه مع اللعيبه بشكل مستمر، ده امر صعب جدا يا كابتن في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. لا بالعكس، انت يكفي ان انت تقول بقى ان انت بتلعب على بطوله افريقيا، يعني ده اكبر دافع يعني، واللعيبه كانت عارفه كده كويس. دخلنا معسكر من يومين، اتكلمنا كتير، الراجل بيتكلم بشكل كتير، بيحضر بشكل كتير، بيتفرجوا على حاجات كتيره جدا خاصه بالخصم وخاصه بلعبتنا يعني، فالحمد لله رب العالمين على كل شيء. دخلنا المباراه بشكل كويس جدا الحمد لله يعني، لكن في درس الصراحه النهارده في الامور التحكيميه في اللقاء يعني، فيكتور جوميز ادى النهارده درس رائع جدا جدا يعني، رغم ان اللاين رفع يعني، هو ادى درس في القانون وادى درس كمان في الذكاء يعني، هو ممكن يطبق القانون، الراجل رفع له خلاص فممكن يبقى يطبق القانون يعني، وبعدها عمرك ما هترجع للفار يعني، لكن هو كان ذكي جدا جدا جدا، استنى لحد ما صفرش خالص، استنى رغم ان هو شايف الرايه، لكن استنى لحد ما الكره دخلت الجول، وبعد كده عمل السؤال او التساؤل مع الفار يعني، لكن ده درس صراحه جدا يدرس يعني، ان انت ازاي تبقى كمان ذهنك حاضر ومركز بشكل كبير، وان انت ممكن تصلح الاخطاء، كان ممكن يصفر وبعد كده نشوف يعني، طب ما رجعش للفار، طب رجع للفار، لكن الراجل ادى درس كويس جدا جدا في تطبيق القانون وفي الذكاء نفسه يعني. دور كبير جدا لمجلس الاداره تحديدا الكابتن محمود الخطيب، تواجده وتوفير طائره خاصه وتواجدنا يا كابتن سيد قبل المباراه باربع خمس ايام، ودوره كمان مع لعيبه النادي الاهلي دور مهم جدا ورساله كبيره ووصلت للعيبه بشكل كبير يا كابتن. المسانده جاء من اول البطوله يعني، مسانده من مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب تحديدا ولجنه التخطيط، كل المنظومه اللي موجوده في الاهلي الحقيقه يعني، زي ما قلت وده مفهوم برده لازم يوصل للناس كلها يعني، احنا خدنا خطوه كبيره او خدنا خطوه كبيره او وصلنا لمرحله مهمه جدا في البطوله، لكن لحد دلوقتي البطوله نفسها ما اتحققتش، من اول يوم من شهر 8 واحنا بنلعب بمباراه اطلع بره احنا عين على البطوله، قربنا منها جدا، فان شاء الله الرحمن باذن الله تكون لينا باذن الله باذن الله. انا كابتن سيد جمهور النادي الاهلي بقى منتظر خلاص 90 دقيقه القادمه ان شاء الله، النادي الاهلي حط رجله في المباراه النهائيه، مطلوب ان الجمهور بيساند وبيدعم، لكن مطلوب ايه الفتره اللي جايه تحديدا يا كابتن سيد؟ احساسهم وصل لنا يعني، نظراتهم وكلامهم وصل لنا، سواء هم ما بيحضروش طبعا في الاستاد، لكن يعني من خلال مقابلاتنا او من خلال تواجدنا في الشارع او في النادي او في اي حاجه في البلد يعني، احساسك وصل لنا ان شاء الله الرحمن باذن الله نكون موفقين، ممكن تبقى 120 دقيقه الله اعلم، احنا عندنا يعني مباراه مهمه جدا فاينل افريقيا يعني بيتلعب هنا في مصر بالنسبه لنا يعني، ان شاء الله الرحمن باذن الله ما نفرطش فيه، وباذن الله باذن الله يكون البطوله عندنا باذن الله. شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ.